السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. بعتذر لحضراتكم على التأخير. نتائج مباريات دور ربع نهائي الدوري الأوروبي اليوروبا ليج بعد انتهاء مباريات الإياب اليوم الخميس 18/4/2024. قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في ساحة جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم من فردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. اليوم الخميس 18/4/2024 نادي روما فاز على اي سي ميلان 2-1. احرز هدفي روما جيانلوكا مانشيني في الدقيقه 12، اسيست لورينزو بليغريني، الهدف الثاني عن طريق باولو ديبالا في الدقيقه 22، هدف اي سي ميلان عن طريق ماتيو غابيا في الدقيقة 85. انتهت مباراة الذهاب بهزيمة ميلان ايضا امام روما 0-1، فكده المحصلة 3-1 لصالح روما، وروما تأهلت الى الدور نصف النهائي. اتلانتا خسرت اليوم من ليفربول 0-1، احرز هدف ليفربول النجم مصر محمد صلاح في الدقيقة 7 من ضربة جزاء. وفي الذهاب ليفربول خسرت من اتلانتا 0-3، فكده المحصلة ان اتلانتا تأهلت الى ربع النهائي بال3-1 بعد هزيمة ليفربول بالمحصلة 3-1. كده اتلانتا تأهلت لمواجهة او بمعنى صح تأهلت لنصف النهائي مع روما. باير ليفركوزن الالماني فاز في الذهاب 2-0 على ويست هام يونايتد، واحرز الهدفين جوناس هوفمان في الدقيقة 83 وفيكتور بونيفاس في الدقيقة 91. وفي الإياب انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، أحرز هدف ويست هام مايكل أنطونيو في الدقيقة 13 وهدف باير ليفركوزن عن طريق جيرمي فريمبرغ في الدقيقة 89. فكده المحصلة 3-1 لصالح باير ليفركوزن، وباير ليفركوزن تأهل إلى الدور نصف النهائي. مارسيليا فازت على بنفيكا 1-0 وأحرز الهدف فارس موباني. وانتهت مباراة الذهاب متابعين الكرام بفوز بنفيكا 2-1، فكان المحصلة 2-2. ولجأنا إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات ترجيح، ومارسيليا فازت على آسف مارسيليا فازت على بنفيكا 4-2 بركلات الترجيح، وبنفيكا مارسيليا تأهلت إلى الدور نصف النهائي. متابعينا الكرام، مارسيليا وباير ليفركوزن وأتلانتا وروما الأربعة تأهلوا إلى دور نصف النهائي. أنا مشوفتش القرعة بصراحة، مش عارف مين اللي هيلعب مين، بس ممكن روما تلعب أتلانتا وباير ليفركوزن هتلاعب مارسيليا احتمال يعني. عامة عشان نتعرف على ترتيب الهدافين، متصدر الهدافين اوباميانج لاعب مارسيليا سجل 10 اهداف، المركز الثاني روميلو لوكاكو بلاعب روما 7 اهداف، المركز الثالث جواو بيدرو لاعب برايتون سجل 6 اهداف، المركز الرابع دارون نونيز لاعب ليفربول 5 اهداف، وفوتيوس يوانديس لاعب باريس سان جيرمان مع لينا اليابان اليوناني، وجيانا لوكا ساكاماكا لاعب اتلانتا، وميكل غرغوريتش لاعب فرايبورغ، نجم مصر محمد صلاح لاعب ليفربول ايضا سجل 5 اهداف، محمد قدوس لاعب ويست هام يونايتد. اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين. المباريات نصف النهائي هتكون يوم الخميس 2/5/2024 باذن الله تعالى الذهاب، والعوده الخميس 9/5. اشترك في القناه وفعل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.